احنا تكلمنا كثير عن السبابة، السبابة الذين يجرحون العلماء والدعاء إلى الله عز وجل. الشيخ محمد حسان صفته نعته، الشيخ أبو إسحاق صفته نعته، الشيخ مصطفى صفته نعته، الشيخ فلان صفته نعته، واخد بالك ازاي؟ فهؤلاء الناس لا يرد عليهم، لا يرد عليهم، لأنك لا تعاتب إلا من يستحق المعاتبة فقط. لو واحد قليل العقل جاب حجر وداش العربية بتاعتك، تقول له ايه؟ تقول الحمد لله، خد بالك ازاي؟ روح لحالك، ربنا يصلح حالك خلاص. طب لو واحد عاقل قريب ذكي فطن وجاب مصباح صغير وخربشه خربشه صغيره، تعمل ايه؟ وماسك من ودنه، ليه انت تعمل كده؟ صح ولا لا؟ فهؤلاء لا يعاتبون، بدل ما يصبوا هجمتهم على المشايخ، يا سيدي ما صب هجمتك على الرافض، صب هجمتك على جورج بوش، صب هجمتك على الصوفية، صب هجمتك على الناس اللي بيقولوا ان النقاب ده لا اصل في الاسلام، وان الختان اجرام وشيء جاهلي بشع. صب هجمتك على المنظمات الماسونيه اللي ملت البلد دلوقتي، نوادي الرويتري والليونز وغيرها، ومتظاهرين بالاعمال الخيريه وهم يعني من اخبث خلق الله. صب هجمتك على العلمانيين اللي بيشككوا في القران وبيشككوا في السنه، يقول لك القران ده ثقافه بشريه، القرآن لا نقبل أخبار القرآن حتى يأتي دليل مادي إن الأخبار دي صحيحة. الناس دول تسيبهم وتقعد تهاجم أهل العلم، افترض إنهم غلطوا في حاجة، خلاص يا سيدي حسناتهم تغسل أخطائهم، أقول لك لا، لابد من إظهار الحق. طب إظهار الحق ده ما بيظهرش إلا مع دول؟ طب ما تظهر الحق مع الناس اللي بيحاربوا الإسلام يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. فلو أنهم صرفوا جهدهم وجعلوا مواقعهم في النت لمحاربة العلمانيين والكفار والمشركين والرافضة، لكان أجدى لهم عند الله تعالى من محاربة الدعاة إلى الله الذين أسلم على أيديهم العشرات والذين هدى الله تعالى بهم المئات. فالله تعالى أسأل أن يثبت علماء الدعوة وأن يوفقهم إلى الخير وأن يحجزهم عن الفساد وأن يقيهم شر الدنيا وانفتاح الدنيا وأن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.